وقضاة هذه المحكمة، وللسادة أطر وقضاة كتابة الضبط لدى هذه المحكمة الذين رابطوا خلال فترة الحجر الصحي وما بعدها بهذه المحكمة، طبعا بمراعاة التدابير الاحترازية التي تم تقريرها على المستوى الوطني، التي رعينا فيها مبدأ التناوب، التقليل من عدد الموظفين، ضمان السلامة الصحية، والتي أعفينا خلالها كل الناس الموظفين أو القضاة المرضى الحوامل الذين يعانون من هشاشة صحية. والمجموعة التي بقيت منخرطة في العمل توصلت إلى نتائج أقول استثنائية، وأقولها بكل فخر وحماس، والعرض الذي سألقي على السيدة رئيسة مصلحة كتاب الضبط ستبين مدى هذه المجهودات ومدى الإبداع الذي قام به القضاة. ولذلك سأسلم شواهد تقديرية اليوم اعترافا بهذه المجهودات وإذكاء لروح الفريق الواحد التي ما فاتكت أنادي بها في هذه المحكمة، والتي بدأت بوادرها الأكيدة تتضح للعيان. فعلى مستوى هندسة كتاب الضبط، ومنذ التحاقي بهذه المحكمة وبمساعدة السادة القضاة كافة وعلى رأسهم السادة أمينة النوني نائبة الرئيس، وكذلك السادة رحال صبير، السي عبد الرحمن التسكيني، السادة علا عبد العزيز الذي يمثل الجيل الجديد من القضاة الشباب، السادة موسوي عبد الرحمن، السادة العبار، السادة بن هاشم، وأقول هذه الأسماء لأنهم الحاضرين معي الآن، ولكن يلزمني ذكر كل القضاة، كل باسمه وصفته. قمنا بأعمال نفتخر بها وصدق نفتخر بها، لأن هذه المحكمة أولا عرفت إعادة تنظيم على مستوى هندسة كتاب الضبط. رعينا طبيعة العمل التي تقوم به كل شعبة حتى تموقع داخل المحكمة، مثلا قسم التنفيذ أصبح في مدخل المحكمة مراعاة للمرتفق، يدخل إلى قسم التنفيذ المكتب الكبير، كان يسمى المكتب الكبير، يقوم بما يلزم، يحصل على الخدمة القضائية، ثم بسرعة دون أن يجي إلى قلب المحكمة يذهب في حد سبيله وهو مرتاح مطمئن فرح بالخدمة. أولا معاملة طيبة، استقبال الحسن، سرعة الخدمة وفعاليتها. بالنسبة للهيئات حرصنا على أن كل هيئة من الهيئات السبع التي تشكل الهيئة القضائية بهذه المحكمة، كل هيئة أصبح لها مكتب خاص بكتابتها بضبطها، من كاتب الجلسة، من موظفي الإجراءات. ثم في قلب المحكمة عميقا في المحكمة التي كانت تسمى الخزانة، نظرا لإكراهات المكان فكرنا جميعا في أن هذا المكان الواسع هو الذي فكرنا، يعني رفع عنا الحرج، مجموعة من الشعب نقلناها إلى الخزانة وأقمنا بينها عوازل، أصبح الفريق الواحد يعمل في فضاء واحد لا يتطلب استقبال المرتفقين بالنسبة لطبيعة هذه الشعب، مما وفر على المحكمة تفادي الازدحام، تفادي الاكتظاظ، ثم وضوح المسؤول باسم موظف اتصال. أقول بأن على مستوى الهيئة القضائية عرفت استقرار، إلا بعد التعديلات الجزئية خلال الجمعية العمومية برغبة من الإخوان، وكذا حسب النظرة التي تطلبها طبيعة العمل القضائي. قمنا أيضا بمبادرة تمثل طبيعة العلاقة التي نريدها مع الإدارة، موقع الإدارة في المحكمة الإدارية، وطلبنا من كل الإدارات أن تعين موظف اتصال ليكون رابطا بيننا وبين هذه الإدارة، حوار مستمر منخرط فعلا معنا كل الإدارات المعنية بشكل لن يسرق القضاة نجاعته فعلا. يعني أي قاضي يحتاج إلى وثيقة أو مذكرة عن خطة الإدارة، ما عليه إلا أن يطلب منا ذلك، نتصل بموظف اتصال في الحين تتحقق تلك الرغبة أو تلك الحاجة الملحة في الميزان. الانفتاح ديالنا على الإدارة هو مرتبط بطبيعة العمل الذي أتصوره لرئيس محكمة إدارية.
فكل القطاعات عقدنا معها اجتماعات يومية ومتواصلة ومضنية لترتيب هذه العلاقة، لتوضيح هذه العلاقة، لتحديد الأهداف من هذه العلاقة. كما أقول دائما، بحوار وإقناع منتج ومقنع للطرفين. وقد أعطت هذه النتائج بوادرها وثمارها على مستوى التنفيذ في المحكمة القضائية، دون اللجوء إلى إجراء حجز ودون أي تعسف أو تقصير أو إهمال. أصبحت الملفات تنفذ حسب أقدميتها. أولا أحيي جميع الحضور، قل باسمه وصفته، وأقول عفوا على السيد رئيس المحكمة. أبدأ بكلمة قالها سيد رئيس المحكمة في حق جميع من سادة قضاة وموظفي المحكمة الإدارية بالرباط. فعلا كانت المحكمة الإدارية بالرباط فريق واحد، تبين هذا التعاون خلال فترة الجائحة، حيث أن طبيعة الحال بإطار التدابير الاحترازية التي سنتها اللجنة الرباعية في خلال فترة الجائحة، تم الاقتصار على قوة العمل الإداري في المحكمة الإدارية على عدد مناسب من السادة القضاة والسادة الموظفي المحكمة الإدارية، وذلك كما قلت سابقا ضمن الاحترازات لحد من انتشار فيروس كورونا. أولا أشكر السيد الرئيس على هذه المبادرة القيمة، لأنها تحفيزية بالنسبة لي وللسادة القضاة، لأن هذه الفترة ديال الجائحة صراحة كان الاشتغال يعني هو مضني، ولكن كنا بأريحية، كنا كنشتغلوا في فترة الجائحة بكل يعني كيف ما نقولوا بكل روح، حتى أن بالنسبة للسادة موظفي المحكمة يعني كان عندهم واحد التواصل دائم بالمحكمة الإدارية، وأنا أستثني الحالات الخاصة من مرضعات وحوامل، وأستثني كذلك الأمراض المزمنة. ومع ذلك فترة التناوب بين الموظفين كان دائما الاقتراح بيناتهم، كيقول لك أودي حنا نجيو الفترة ما يعني حتى من ناحية لا الصندوق حتى شي مكتب ما تسد. وأنا أؤكد على ذلك، لأن كانت مجموعة ديال المحامون هنا كيجيو كيقول لك زعما راه المحكمة الإدارية راه كانت رائدة في هاد الفترة هذه. لذلك أشكر السيد الرئيس على التعاون والحكمة ديالو، لأن في هاد الفترة هذه يعني كان الفريق يعني حاول ينسق مع السادة القضاة، وحاول ينسق مع الموظفين بطبيعة الحال مع السيد رئيس المحكمة، على أساس أن هاد الفترة تدوز غير بواحد أقل ضررا. والحمد لله ما تسجلت عندنا حتى شي حالة، إلا أنه بالنسبة نحاول نذكر المجازات اللي كانت بالنسبة نبدا بالصندوق ديال المحكمة الإدارية بالرباط. أولا صندوق المحكمة الإدارية بالرباط، ولا أتحدث لا من ناحية الصندوق ولا جميع الأقسام، من فترة ديال 16 مارس 2020 لغاية 28 جويلية يوليوز 2020، صندوق المحكمة الإدارية بالرباط بدأ بالمصاريف، وأنا كنعطي هنا المجموع العام، لأن التفصيل سوف نغذي به السيد رئيس المحكمة في الطلع. إذا هنا 419 مليون درهم و 632,622 درهم فاصلة 79 سنتيم، هذا المجموع العام. فيه أصول قضائية وحقوق المرافعة.